بكم من جديد مشاهدينا الأحبة. إذن في هذه المحطة الأخيرة الحديث سيكون عن اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية الذي يصادف 19 من مارس من كل عام. هذا اليوم الذي يأتي لأهمية الرعاية الاجتماعية لدى الأفراد والمؤسسات. الحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم معنا الآن في استديو برنامج قهوة الصباح الأستاذة وضحى بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك أستاذة وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. أهلا وسهلا أستاذة حورة. يا مرحبا وسهلا أستاذة وضحى، وإحنا جدا سعداء بوجودك اليوم معنا في قهوة الصباح. يوم عالمي مخصص تحديدا للخدمة الاجتماعية. قبل أن نتوغل في عمق التفاصيل، جميل أن نعرف المشاهدين الكرام ما المقصود أساسا بالخدمة الاجتماعية ولماذا تحديدا يوما عالميا لها؟ نعم، بداية نشكر لكم طبعا هذه الاستضافة، تسليط الضوء على هذا اليوم وعلى هذه المهنة المهمة واللي هو يعتبر أساسا تخصص أكاديمي ومهنة مقرونة بعمل، هذا العمل مقرون ببعض المعارف والمعلومات لدى مختص فني. هذا المختص طبعا دوره أنه يقدم الدعم والمساندة للفرد والأسرة والمجتمع. جميل. بهدف أنه يساعده على أداء دور اجتماعي صحيح في بعض المواقف الصعبة أو في بعض المشكلات اللي ممكن تواجهه. وطبعا هذا كله ينعكس أساسا على الرفاه العام للمجتمع. هذا هو أساساً تعريف الخدمة الاجتماعية. أما فيما يأتي في إطار الاحتفاء بهذه المناسبة، طبعاً هذا الاحتفاء عالمي بحكم أنه هذه المهنة مهنة إنسانية ثابتة يحتاجها الإنسان في كل مواقفه. بالضبط. نعم، وتأتي طبعاً احتفاءً في كل من مارس من كل عام، وتركز فيها على شعارات أو رسائل اجتماعية أساسية تعزز فيها دور هذا المختص في هذه المهنة، وأيضا توصل رسالة للمجتمع ما هو الدور المناط بهذه المهنة، ما هي الخدمات التي ممكن تقدم للفرد أو الأسرة في المجتمع. وبطبيعة الحال خضت عدة نطاقات وعدة شعارات الاحتفال بهذه المناسبة، وركزت فيها على أنه توضح للفرد أن هناك تحديات ممكن تواجهك، هناك ممكن حواجز قد تكون مثل صعوبات أو مشكلات تواجهك في حياتك، وقد تكون هذه التحديات والصعوبات لها آليات تدخل ودعم، وهذا يكون من خلال مهنة الخدمة الاجتماعية لهذا الفرد. يعني سبحان الله، بالفعل أحيانا الفرد يحتاج لهذه الخدمة الاجتماعية. نحن الآن نتحدث عن الأفراد وعن المؤسسات بشكل عام، والاحتفاء سيكون بتاريخ 19 من مارس من كل عام، وهذا هو اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية. ذكرتي من خلالك أن في كل مرة يأتي شعار لهذا اليوم، في هذه المرة هذا اليوم عن ماذا سيركز؟ ما هي الرسالة اللي حابين توصلوها أيضا للمجتمع؟ نعم، هي الرسالة الآن كانت حول كسر الحواجز، واللي يمكن مثل ما وضحت جزء يسير منها، وهو أنه معنى الحاجز هو تحدي أو صعوبة معينة يواجهها هذا الفرد. ويمكن هذا نشوف إحنا في حياتنا العادية، أحيانا تمر علينا مواقف قد تكون جديدة، وقد تكون هذه المواقف مرت علينا بخبرات سابقة، لكن هذا الموقف صعب أساساً في كل الأحوال يعني. فأحياناً قد نتجاوزها بردات فعل تلقائية من عنا، ولكن أحياناً هذه المواقف تحتاج إلى تدخل، تحتاج إلى مساندة من مختص، واللي إحنا نسميها الاستشارات، قد تكون الفردية أو الأسرية أو الاجتماعية. نعم، جميل. طيب، بما أنه حديثنا أستاذ وضحى عن اليوم العالمي أساسا للخدمة الاجتماعية الذي تحتفي فيه مختلف دول العالم، والسلطنة أيضا تحتفي بهذا اليوم، جميل أن نعرج إلى موضوع وزارة التنمية الاجتماعية، جهودها في تعزيز وتفعيل أساسا أدوار الخدمة الاجتماعية في المجتمع العماني. هنا يمكن راح أسترشد أول شيء بجزء من مقولة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه في مطلع خطاباته السامية، وضح بأن تمكنت عمان بفضل من الله والقيادة الحكيمة للسلطان الراحل طيب الله ثراه في بناء حياة عصرية كان محورها الإنسان. إذن هنا كانت الرسالة سامية وواضحة من الأساس في ذلك، الإنسان وبنائه واستقراره. جميل. فلذلك تأتي كثير من الأدوار من المؤسسات وفي مطلعها طبعا وزارة التنمية الاجتماعية، فتقدم العديد من الخدمات
والآليات الوطنية بهدف تحقيق الرعاية والحماية الاجتماعية للأفراد. ممتاز. حاولت طبعاً الوزارة في الكثير من أدوارها وفي مديرياتها التخصصية ودوائرها التخصصية أن تركز على العديد من الفئات، على سبيل المثال المرأة والطفل والأسرة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. تحاول من خلال هذه الفئات أن تخصص بعض الخدمات والآليات لبعض الأوضاع الخاصة اللي قد تواجه هذه الفئات لتمكنها لتحقيق قدر من الاستقرار في الأوضاع الاجتماعية. ممتاز. يعني نحن ذكرنا أنه بالفعل الإنسان بعض الأحيان يحتاج لهذا الدعم ولهذه المساعدة، ولكن كيف ممكن نحن نوصل هذه الرسالة للمجتمع أن بالفعل في أفراد معينة يحتاجوا لهذه المساعدة ولهذه المساندة من الأخصائي الاجتماعي؟ نعم، طبعا سياق الاحتفالات اللي تأتي هذا توصل من خلالها رسالة، وقد تكون هي رسالة نحاول نبثها في جميع وسائل الإعلام وأبسطها يمكن نكون وأبرزها التلفزيون وغيرها من وسائل التواصل أيضا الحديثة، ولكن الثقافة هذه لازم تكون أساسا موجودة في داخلنا. لذلك في بناء الأسرة احنا محتاجين أساسا لمن يقوم في هذه الأسرة أن يكون متفهم لكل فرد فيها، بدءا من الطفل والمرأة والرجل وكذلك في الأسرة الممتدة. نحتاج أن احنا نفهم أنه هناك مواقف تكون تختلف ردات فعلها منا احنا كأفراد، لأن احنا نختلف أساسا في فرديتنا، وهذه يمكن من المبادئ اللي يركز عليها العمل الاجتماعي أو مهنة الخدمة الاجتماعية. فالاختصاص الاجتماعي لما يجي يعمل مع أي حالة تواجه صعوبات يدرك أنه هذه الحالة تختلف عن مثيلاتها، وإن كانت القضية واحدة وإن كانت الصعوبة واحدة، ولكن يدرك أن هناك ردة الفعل هذا الشخص مع هذا المواقف يختلف، فلذلك يكون التدخل أيضا مختلف. ممتاز. كقراءة واقعية، كيف ترين واقع أفراد المجتمع في وعيهم أساسا بكل الأمور المرتبطة أساسا بالخدمة الاجتماعية، وما نظرتك أيضا للجهود المبذولة في مختلف المؤسسات الأكاديمية في السلطنة؟ أنا أذكر حتى أيام الجامعة، جامعة سلطان قابوس، كان هناك مجموعة خاصة أساسا اسمها مجموعة الخدمة الاجتماعية، وأتوقع ما تزال تواصل المشوار في هذا الجانب. نعم، هو يمكن أستاذ سيف هنا نعرج على دور مهم للاختصاص الاجتماعي تجاه المجتمع، وهذا الدور طبعاً يتمركز مثل ما وضحت في مؤسسات التعليم العالي غرس هذه الثقافة. ممتاز. وهذه المجموعات كانت تبث أنشطتها وبرامجها بهدف إيصال هذه الرسالة. أضف إلى ذلك دور اختصاصي في المجتمع من خلال الجمعيات المهنية المتخصصة. ممتاز. لدينا جمعية طبعاً لجمعية الجمعية الاجتماعيين العمانية، هذه الجمعية جمعية مهنية مرخصة من وزارة التنمية الاجتماعية منذ 2002، طبعا تقدم خدماتها لمنتسبي الجمعية وهم من أهل الاختصاص سواء كان في العمل الاجتماعي أو علم الاجتماع من خلال عدد من اللجان. هذه اللجان أصلا أساسا دورها أن توصل رسالة للمجتمع أيضا في برامجها. ويمكن أيضا في جانب مهم أحتاج أني أيضا أوضح له في دور الوزارة، وهو الجانب الاستشارات الأسرية الهاتفية، عرّكت عليه بشكل سريع بحكم أنه هذه الخدمة متواجدة لدينا في الوزارة، سواء كانت الاستشارات هذه مكتبية في المقابلة المباشرة لصاحب الطلب أو من يبحث عن هذا الحل في إشكالية معينة، أو قد تكون استشارة هاتفية. طبعا يراعى في كل هذه الخدمات الخصوصية والسرية بحكم أنه أي فرد يواجه أي وضع خاص يحتاج إلى أن يشعر بالأمان طبعاً للتحدث عن أي مشكلة تواجه وأيضاً لتجاوز هذه الإشكالية. ممتاز. طيب أستاذة، ما هي الرسالة اللي حابة توجهيها للمجتمع عن دور الأخصائي الاجتماعي من خلال هذا الحديث؟ هي رسالة طبعاً عامة، وهي أنه الاختصاص الاجتماعي هو مستشار مؤتمن وفي النهاية هو يقدم خدمة يساعد الفرد فيها على تجاوز تحديات قد تكون مؤقتة وقد تكون طويلة المدى تحتاج فيها إلى تدخلات أخرى نفسية لتجاوز هذاك الأمر. جميل، شكرا لك يا الأستاذة وضحة بنت سالم العلوية، مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية. شكرا على هذا الحديث. شكرا. شكرا. إذا مشاهدينا الأحبة، هكذا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. هذه كانت كل محطاتنا وفقراتنا، نتمنى لكم بإذن الله إجازة سعيدة وممتعة ونهار ماتع. إلى اللقاء. إذا أرجو لي ولحوراء والأستاذة وضحى ولكل الزملاء ولكم أنتم مشاهدين الكرام إجازة هانئة وسعيدة، نلتقيكم يوم الأحد المقبل في أمان الله.